بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انت في الافير سديا لك دوادة برنامج كاوين كي راديا تي في دولة قولة كونفر قلب الصوماليا تدوات كونو برنامج كا ولي بانك دولة دوني قبدو كونو المغالد بايدو وقاب كيو نولتي دون كماريا يعني اعلان سار كاما كوحين تقبدو تدوات كون برنامج كل بانين كمار تاها وانا حرون تيقو بوقنا اي نورا عندما منا بيوتو سالون يتدوات كون برنامج كا مرتنين كي مركو ريح كدواو برنامج كاوين بسم الله داو أنا مقاعد من حسن محمد ليرو من الرئيس هذه إذا كمات سنتة أبوق شذا ثاني بوقتي سألون كل ساسو كلا نورا كده برنامج بسم الله الرحمن الرحيم. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. شكري مركوري وما سنت هاي وحن كلية هاي ويلكم ات اوبن هان قاعمة فرنك سودو أد بكو سودو بينا يا سيدة في عن أنو سبوقتين ما شاء الله إن runtii maanta aad baan u faraxsanahay maadaama aan bandhigayo ganacsigeyga iyo waxyaabaha aan bulshada u dhignay ama waxyaabaha cusub aan magaalada Baydhabo ku soo kordhinay. Aad baan ugu faraxsanahay. Waxaan rabaa inaan ganacsigeena aan sii kordhino, aan ka dhigno mid dunida dacaladeeda sii gaaray oo dadka aad u xiiseeyaan. أنا منى نورة إن برنامج كعادي أنا بولد دبي عدني أنا قف على القف كنا حكي عز ون برنامج كأنت نور تيدس فافاين نوسي أنا حتى دين كي كمان أنا قبل لا ونور تيدا فافاين كونوسي ما تسنت شكري نور تيدا يختم على رئيس أنا ما يبقد على ذي مجال البيدو كن سجال بغل سجالي لتي ما يبنا ولا كبر ذي مجال البيدو إنك استو دلك بنان جين سفر بهي أو البدن أو يعني أنا ها أرجعنا أنا قلبي إيد هنكو هلي ودمك الإيد عن هرم تسنين سل أو مقدسة حتى كستو هذا سدي هرم إيه ويك بدن ها دياس برجع كبدن والله ويبا جيران هاد بيدا ومجال بيدا إن يعني أو مباح أنتي لكفر قاسة هم ونمي بحقوق سنة بيوت سالو بيوت سالو مالك هرم جرنا مجال بيدا لكن هذا لبعض مكيد هم بذهان، مركومي بسيرة جاي إذا تكلا أو مقن يون أو دي بدو ولا كأرجن ولا مجاله كم مقن تيونا ده لقيب سدم أو يهبان دكان. ساسو كل نور أنا رتي ده فاهم كونوسي. إن أوكي ما شاء الله أنا جهرت نورا خاص هان تي ده وحن كل شيء مجاله بيدو 1999 كي أيان ده شيء وحن آذي كتب كينيا ودنك كينيا جارهن مجالة مباسة يا وح كسو برتاي وح كسو لابتاي لابد كنت بني سديدي سيان شق أبو رأو سمايو أما أن ونخذا قف نلش يسكافين كر الحمد لله ما أنت مي هي قف يدو شخيو مي هي قف وحيا وكلك شخيو وحان هاي قف إنفستر يعني لعقتي سمال مال قشين كرو أما جنع سفرن كرو يعني إن دولد وشقية أما هيد وشقية أما أن نقض وشقالة وحن كدور بذي جنع سي نفس أهانتي إذا أنك شقية سن كرو حر أنو هاي إن أنك فرو ويا ضد كلام أنتو حاليا يرت مجال ذا بعيدة وما شاء الله أول كرو حكوا يرى وحيابان بيوتي سايلون كيو أكو يرى إيو قرحين تدو مركا مركا أني يو صاحبتي أم ولا شيء ذمنا أن أتكو جعل هاي وحن كو تشني أما أن كو فكرني أما أن بن يعني أن سلسو بندقني إن أن بيوتي سايلون أن فرنو أو ميلك أن كسو أذيق النوم مقال ذا أن أكالك عنا قبدها وايا مركي ورو حكو يرى سالو ماذا حتى ما شاء الله كستمر بدنا لي هاي يعني جنعسي جينا أد بنو في ذي هاد إلى السنة أكلوا نفرية وأنا كفرح سنة ما شاء الله وحلايا هاي قبلها ميلها كل هذا يان أم وحيابها جنعسي جن ما أنت أن هينه لقامر بالشهادة لقامر بوحيابك كلا يعني وواح أذيك كاسو جو أي مسكح أهان هذا واي وحنا أنا قبل واحد من صابرني لكن ما أنت واحد برشة يعني كم أنا ميل مرن أو ميلي نوت على أو واحد ميل والبا ماشي يقف كي واحد برتين مرة ما أنت وان مري كرنا واحد سمايا وان سمين كرنا شقده يقبتا وان قبان كرنا لكن واحد نوقف في عناتي إنا شقالا نخنو كنعسي أنا أن لين هاي نوقاس إنا كشقي سنة أما أم بلاونو قبلها كلا أما دلني يرد كلا أو ميلها تهريب كأذا يعني إيو حيابها كلا سي شقال نمضو أو كلا يعني نفس الدوض أيقن إني كافيان أم وحق قبتها ربان وحان أقو باخايا إني مقال دوض أيقن عسي كسميسن كران حر إيوهين عندنا أندي بينين عندنا أفارقشين إني سيدا من نورا أو كلا أنا ولي بجري مقال دوض بيدو شاقوين بطلق أبو دو
أنا مركا ما يقدر بدي أنتي سعلان كشقيتان أو أنا جبلو كرحيدان أنا إنك أشتغل مجال البيدا وقت تعلن سالونا بدن أيوة ميل أو بدن أو جبلو له كرحيو وما يساعدون أكو بيجي إيه إيه ده ما تنتظر توقف كه حرف دي سوسي من الرئيس كسه بسيك هبونته وما يفضلنا سالونا كي على أنتي ليرو كلية جبلو هنا أنا يبنا مقدشي iyo meel ugu kale ama mana ninka hayeysin ma wali wadanku una ku jeedna koonfur galbeed u qaastan magaalada Baydhabo markum may ba unni qasabay walaagi qurxinta yaala laakiin si qaldan la isticmaalay ama kala sideed fadaasi qaabkeed fadaasi manhelas hadeeda koyto makeup kumbal kumbat ee fadaas manhelas ilaan ay nooc oo way fadaas ee qad kale ku dijinta likin saar making saar ko labas ay nooc ki oo wadame koray hata qaarad ameerika yurub iyo meelo wali la isticmaalo intii uu nin inta sheendano miya go'aansani oo eh qabuuna qadka geeka wal cusub hadii jaraan uu nin dalabaan si oo magaalada handeed oo safar nin banay tikidna nin goosane wal bannis kishidayn kun walaa uu nin qasabi wal goone oo una ku damacsanayn male laakiin intii nololaan ka maareyn aqoontaan meel raayso ninkeed santa shaqo kale hata abuur koran laakiin meel raay biyood saalun kana ed eeda intii lan ka qabow doona malee magaalada Baydhabo qofkii safaran baa lahay qofka dharka u soo hata qanci iyo bus meel kale yaala intii soo tikidi walbun ku bana uni email raayso online ka dirsadaan uni ban sheenan ana noora hadii ana su'aalo saaxiibtan weydiin ku weydii ma sheenay xilligu mul roogan oo magaalada Baydhabo saaloona badan ka taalan isiina saaloon kale furtan may kalifin okay ma sha Allah shukri wa ma santahay en waxa kalifay horta bilaadinka isku hawa ma ahan isku aqlina ma ahan isku maskaxna ma ahan yaani aniga ahantayda hadii aan ka hadlo ilaan iyo beauty salon hamigaygu aha aniga school dhiganaayo yu hamigayga aha wallahi waligay kuma haminin inaan hay'ad u shaqeeyo ama inaan waxyaabo kale wax waan soo bartay laakiin hamigaygu uu weyn waxaan jeclaan jiray inaan ka qayb qaato qaybta dumarka middeeda kalena markii aan imaaday saloon Baydhabo magaalada Baydhabo aad ay ugu yaraayeen baahida gabdhaha ugu badan waxay ahayd qurxinta dumarka waayo awl kor ciilaan unba laga saari jiray waxyaabaha kale ama ay zaidka ugu baahan yihiin xamar ay u aadi jireen ama yaani aad ay ugu dhibaateysnaayeen marka saa darteed ay ugu kaliftay ama igu abuurtay inaan beauty salon aan sameeyno oo waxyaabaha dumarka lagu qurxiyo aan keeno oo aan furano saas ay ugu kaliftay danta ana waliba jiraan gabdho badan oo ka hamiya intii laan bardan waan ka shaqeeyaan waan nin suurta galaana marka qof fil bartay laan kula ka dhaxlay ana dadko family shub ilaan wax saara jari ana iyo dadko oo hibi ilaahin dhaliyo eewo marka muuna ahaanta aan ku weydiiyo ana dad ka dhaxliye ta mise dadko hamisho haya kumideeta aan dhaxal mahayna laakiin meel raais ilaanka hamigay leeyahay inaan badan door qof oo saaras yaa argi whatsapp si ka barteen qaab me ka saarasan eri ma ka saanan laakiin may id professional keen haay makeup ka iyo libiska laakiin ilaankana neel raay mudooyinka ka dambooya id hamigay haay siina saas ay kaliftay saaso kale muna hadan ku weydiiyo ina dadko hibadan la oo family kisho ina ka dhaxleen kamida tamjid dad ka baraday een aniga way jirtaa een qaar familka kamida oo alaabahan beauty salon ama ilaanka iska leway jirtaa waxaan ku leheen magaalada Mombasa waxaan ku leheen Garissa magaalada loo yaqaan waxaan kaloo ku leheen magaalada Nairobi marka aniga horta nafsad ahaanteedii ilaanku waxa igu kalifay hadii aan ka hadlo waa sheekay yar oo fani ah een xilli aanoo yar ama ciid ay tahay oo ilaan aan aaday salon inaan soo saarto magaalada Nairobi waqtigu igu dhamaaday birin leeyahay waa ciid ciilaankina oo yaani habeen imey nagu gaartay anigoo ciilaankii ooynaaya ama jicel ali ka soo waday habeenkaas aniga maskaxdeeda gali inaan ciilaan barto yaani anigoo u baahan oo birin ciid ay tahay ciilaankii xiiseena waa ogtay gabdhaha markii ciid ay tahay aad ay u xiiseeyaan somahan markii ciilaankii waan waayay cuqdadii habeenkaas aan qaaday ama ciilaan jicelkii maalintay ugu abuurantay ilaa hadda waa ku jira cidnii ma barin klaasna uma gelin ciilaan nafsad ahaanteedii yacni aniga bartay qofna kama fiirsanin laakiin makeupkii alaabahan kale itimaasi loo habeeyey iyo makeupkii kuwaas klaas aan u soo galay magaalada Mombasa lix biloodan klaas ku qaatay shahaadan ka heystay inkastoo had intaan ku heyno keyga iga maqan tahay kuwan kale waxaan ka heystaa shahaado laakiin ciilaanka anigaas baricinnii ma barin
أنا حروندو تيدي ما يكدو بنت حرومو كل مجال ذبي دوك تعالى هذي من أقول حين كلير لا عمي حلان سار كلير لا ما يكدو بنت ميل الرئيس اللبس أو أي لبس أو ميل كست يو هكو أرجن يلبسك إن شاء الله يسولك إن شاء الله ما يبقى كراينا يسولكم داركم داركم هايتين ومركم هل شيء أو كليه مكوبنيني ما يبقى كونا ولي أو مركز عصب أو صعود يد لبان تاسوك بدون أنا نورة عديد كويدي أنا شقو إن كلا ما يكون دبنت لير كور شقو دوم أنو المعلومات كي أنت إذن سينك فيلم كهل كورتنا معلومتي شقاها ها والله ما شاء الله إن شقذنا شقوين ككلوي كدو انتهي واي شقوين ككلهرت مركي لفيريو واي شقوين بلاء شقوين كبلاء سيدا ضوء مشارك بلاء وحالة ده هاي دتك بدنا كشقيان أما سيدا نقنا هيبو يدتك كشقيان جناسي جاو باديجا باديجا كفي عن واي باديجا ودقلي every day كسوق لا يمالون والبو كاسنا وامد قبل كحساب تميسو واي أنا كمان الحمد لله جناسي جاد بنو كل سعادة الحمد لله انت إلى لغم هذيو ومالون والبو عشقي سنة إن ما أنت قف بالقادنا يا أما ملك الأشقين أي أنا وحن إيه كرا هنا أنا كمان نفسي كوكان عسنا هيو ما فيرنا يعني ما ده هاي قف كان هيدو أشقيا أما قف كان إن ملبو أشقيا ما ده نفسي ده وحن آمي سنة قف كاس إن أنا نيجي أنتو هلا كبرنا يسوق الشو صادرت هذا شقدي ده أجعل هاي مدة هذا كلنا شقوين كمرك اللي قبنا يسك قوماهن وحال الله شقذا مركات قبنا يسو do it for love not for money سيدا هذا بس شقذا مركات قبنا يسو مركز عدرت إذا أنا شقذي إذا أنا وقنا عسنا هاي أدب أنا وقفر حسنا هاي إن ما شاء الله وحروائنا ولي بهذا حروم مردو سيدا ود تقصيها بدن حروم تنتيكو هذا إنه أهان دون تامر لباد إنه فرنا ساس نصير جينا إن شاء الله دولا يراد وحي كلام قال هذا لقب هذا لأنك قبلها أنا ديارا أنا هاي إن كنا أنا منا هدي أنا كويدي أنا قبله أما معامل كيجي جي كده كم قال هذا بيدو سنو عين المعامل هسا دكسين كيرا كاستمر كان وقتها إيه ذا بدني سيدن كونا يصنعن كنا مع ملانا قفول بتبلتيس بدك إسكو تمر ماه أروسس كحتى إسكو نوع ماه شل دوينين أروسس كو تلد أروسس كحافظه ونقف بهم بريان قف كنين كوي كاستمر كا إيه ذا دواعينا قيمة شيء مسك فهمه وين إيه ذي ذا دواعين ولا أنا دور برسى سجلت أول نكريه ودرك إيوه إعلان كيوسكو نعمه قف بولي تبرتيس إيه يلا نكسمه قف بولي تبرتيس إيه عروس كقار بقولي كمتون كهبين قار بقولي لباتن قار بقولي صدون بتك قار ما أبوذن ولي هاي صدون صديو إيه أنا لما عامله أنا كبدو بعدن أسين كو معامل كيني وقفل بس يندك تكسيني أنا قفل ما يرجع سهر أبتورا كمرو كوتو ولي كليه أنا سجل صح كي أنا قد قفل على قفل هاي تا أنا كهوري كرو يقف أو مدي سجل صح سياس عمل كين كوي أنا أمباه يندي سين سجل صح ميلم بهور سين تد جيل فاسا مركز تكاس عمل سك حل ياسا خبدو إنشو إن هرت والله يقف كهدوء وياي جناسته أما وألعبه إنه كل حيابه إنك تحجره هذا ودي بدن تهاي وحول كل ما يوديه فر بدن وحول كل ما يعني بلادي مسكوت بيعت معهن ويك الدوين ينسد عشقتي قف ضد حتى وحسكوت يعني ودي ودي إني وحكو هلانا أنا جا صاحبت أنا جا سكودون أنا جا درس النهاية أكله مرك والله أنا جا وحام كنا قناسي ده وقفي عن أي قبلها أنا وأنكو قنعي لهن وأنقنعنا يعني قفك صاهر مري قفك كله بدنا وحن استعمال جدول سيدا دتك صهريي مرك الله دميو يعني دتك واسكو حجينا دتك يعني وجي وجي يا وحسكو مشقينو سي ايغنا اي كو قنعان انغنا شقدينا كو دميسنا ساسا ولا ما عملنا مرشده انا منى جرنا اخوي سن كل كل ما سن حد جرن سي اقبدون ما كمدين جرن طا اقبدون كل كل ما ما با كمده نمر بكين كوه طلاقي قف كن سماس مدير هوليس لما هيتكو بعد ما بالكري يعني سمحيني سهايتي بس أنا هكين شبه يقول ما هكين شم كست أو أقرب دير إنه هاي ست مي بيه قال قفل لكل كل ما لكن بقول كيف سجالن إيد إذا فيلين كسمر كل أخو نسيسك حلي أصلا أقرب دوسي ما بك حلي يعني قفك ويسكو وين صبر يعني وين تنازلي بالمرة
إلا إن كاستمر كاو معامل كاو سيقال دون من داخل الوقت أنا أنتي سمولون بود جرسين أنتي سانتون فرونا لحي سين كدير كلي أو دا سين مرفو جرم سوي سين كدير كلي أي ما أفتمر كيو ننتقو ينكو بعد يعني صاحب دي نورا كتالني جين بيتسالون وروح بدا ننتقو فر المجالة بيلوكو هلقلينا dad badan oo hadda customer kaan ku mid ah taa oo nid iid gelinay jaran hadda broogan banii hidinin ee eedan ka mahadsin ee noora dinii kiga antiyadu gudu jartay aqoobdoon aad qolkuun ka jarana waana halkii diir gelyada qoloosiyad ku kuuntina seen gurti een harto wallahi sida ay muuna sheegtay aqoobdo way jiraan waay dadku isku mid ma horan u dhayso maahan sida ay buna sheegtay dad ku iimaanayaan markii waxyaabooda u dhameysay waxay ku leeyihiin lacag ay iga dhiman kuma soo talagelin uma maleeyneen dad qaar xitaa waxay ku dhahayaan markii aan u maris abaay wallahi uma jirto in kugu soo shubaayo arooskan aadaaya hadaan iimaanaya markuu iska jiraan badii 190 way fiican laakiin badana gabdhaha way u badan yihiin laakiin anagana maadaama ganacsi aanahay ilaa qofka ganacsi haduu waxyaabo baruun arkaya waxyaabahaas faraha badan marka waxay danta kugu qasbaysaa maadaama ganacsi aad tahay inaad u adkaysato ilaa aadada adkaysanin waa guul magaareysid marka een wallahi maasha Allah gabdhahaana aad baan u soo dhibeynaa customer-ka waxaan leeyahay eegana aad bay u mahsan yihiin way jiraan dad nagu dhiirigeliyay dad badan oo nagu dhiirigeliyay way jiraan maasha Allah aad baan ugu mahadcelinaya sida family-kayga kale aniga muuna fikrad aniga lahayn gabdh badan oo saaxiibeena ayagina ay nagu dhiirigeliyaan ilaa haddii way nagu xirin yihiin wayna joogan maasha Allah ayagina sidoo kale oo mahadcelinaya ana jarana ama wal oo difference ama kashal bedelay in mag abka ilaanka lacagta tii waa dil erlay breeska idinayo roosadiisa mag abka marayaasan siisin boring sheegtay mas bedelayaan dhaxay qiimahooda horta een arooska iyo dadka kale isku min maaha aroosku waa taashki alaabi darki loogu labisay make up ki all yaani isagoo soo wata aroosada hal mar loo kireynaya adii waa ilaa iyo qiimihiisa 150 ila iyo price kugu dambeeyo waa price go'an ilaa 130 meelaha soo yaani wax qalalaysa ka meemaneeso make up waxa jira make up qiimihiisu yahay $5 ilaa $3 asu kaliyahay eelaanku kaliyahay $10 aa jirto mid waxa jirto $5 ah yaani qof walba dadaa waxay ku leeyeen eelaan qurux badan oo $10 aa raba qofa wuxuu ku leeyahay eelaan qurux badan oo $2 aa raba qofa wuxuu ku leeyahay eelaan dheer oo qurux badan oo xaar ah $3 yaani si yaani ayagana u qancin anagana aan macaamiish u soo dhaweysano saa darteed aad baan ula macaamilna marka waa u dejinaa hoowaha macaamiish ana muna antii sunge eelaan saar kun sunku gudu jarteen jarana dhinaayo aqabad gabdho eelaan ka san saarteen kulkul maasan oo san leeg gabdho isku mid ma midib sho ilaas ka midma kuwelna ana mar bijaran gabdho gaduudan gabdho madow saasati eelaan ka dan dad oo qabado idad aan qabdaan shaleen gabadhanta siin kooti eelaan isan saarteen oo eelaanki shalay siin saarteen ay baha way eelaanki wala jar ma isan leey amal aqabadooyinkaasi kulkul maasan asi hadil kulun seen gudubteen aqabada sorto marmada kulan laakiin qofka koob markii iskiin koob ilaanka lama nooc ajir ilaanka saddex nooc uu kumay waayay fashion hindiga gudubka koon may waayay midowisati koob saarada jarin koon ilaan caadi iyo dalwandiga la qasay qofka markii isku keen koob aan sheegas sidiidaas nooc ayaan ki isku qanaacsan yu siiba keen sheeka salan saaray dhaw aqabad una manin koob asbe atawtii ee xarunta tiidan leeta baabur oo aroos kale ha galbiyo oo isan kareysa een wallahi horta hadda een malahan laakiin waa waxyaabahan ee muna arageeyneenay ama aan ku wada sheekeysano mar walba waan isku dayeynay horta markii hore waxaan rabnay xarun labaad inaan furno yaani customer badan maadaama aan yeelanay oo xarunta koowaad inteeno haato xarun kalena aan magaalada geeska kale aan kaga yeelano kadib wallahi mar walba ku fikirnaa inaan yeelano gabaari lagu galbiyo aroosaha oo anaga noo qaas ah waan isku dayeynaa ilaa ganacsi sidiisoo 1100 waayse maahan koow ka bilaawdaa kunu gaara marka wallahi waan ku tala jirnaa insha Allah horta laakiin waxa ka soo horeysa gabaaridaas xarunta labaad inaan furno insha Allah in xaruntii hadda waa xarun eed weyn ana goor weyn aan gaarter ana suuni waa meel public ee taala waa ana marka me gabdhooda kala shaqeeyaa Soomaalintina se ilaa intee fuu qortan lacag leer koro
wallahi in adi afar gabdhoodan kaga shaqeynaa ma sha Allah maalinkii adi lacag fiican aan naga soo gashay markii aroosaha laga reebo oo kale maalinkii adi 200 ilaa 250 aan naga soo gali karto maalinkii aroos ay jiraan oo kale lacag dhabal oo ka badan aan soo gasho ana muuna dinikii adi aan su'aalaha naga maalintii ilaa meegay qof aroosan saar kurtaan leer koro maalinta horta arooska qofka lamaan aan shaqeeyay maalin ciilaanka yelan saaray sii gabdho malaxiisyaalka iyo wali family shoo ciilaan la saaray maan lamaadna waa maalintii labiska oo hoteelka lan lahay lamaan aan shaqeeyay la qof marka maalintii meeqo aroos ama ciilaan saarasta leer koray inkastoo lamaan aan shaqeeyay la dirtay halkii maalin aan horto halkii aroos lamaan aan shaqeeyay aroos walba koon uu noqdaan marbum zeeriyana ilaan shaqaalo badan roogdo gabdho badan roon way isqiibiye qofkii kooyada aadi yalu nan shaqeeyo ana dhinna hayo hadii la raadiyo gelinta gabdho oo halka ha moween anti oo walbadanka baradan ayo dhinna ilaanka nimay kala tali lahaytay een wallahi gabdhaha waxaan kula talin lahaa oo hamigooda u yahay ilaan horto qofka marka sheegu uu ku haminaayo markaas u qabanaya qofku wax uu ku haminaynin ama maskaxdiisa ku jirin marnaba ma qaban karo marka gabdhaha jecel inay beauty salon ka bartaan ama ay ka shaqeeyaan waxaan leeyahay waa nolol aad u qurux badan waa shaqo aad u qurux badan dhanka dumarka hadii aan gaar ahaan fiirino waxaan leeyahay ganacsi ilaa in noloshaada kula socon kara waa ilaan adiga iska leh maalinka xiratadu ku xiran yahay maalinka furtadu ku xiran yahay cid waqti kugula xisaabtamaysa malahan waqtigaaga adiga iska leh waayo dadka shaqaalaha waqtigoodu waxay ku bedelnaayeen lacag ileen waqtigii way gadanayaan soo maahan waa lala xisaabtamaya maanta wax yar haduu soo daaho bishii haddii uu 2 maalin 5 maalin gooyo mishaarkiisa ka go'an tahay laakiin kan anaa iska leh maanta haddii xirtadu ku xiran yahay haddii afurtadu ku furan yahay marka gabdhaha waxaan leeyahay waxbarashadiinana wata kuwii bogay shaqaysta xitaa iyagoo meelo kale ka shaqaysan karaan iyo beauty salon ka shaqaysan karaan waqtigooday kala goosanayaan anaanura haddii su'aal kale weydiinayo shaqada sax suurinta la eeg qabta shaqadu ku meel gaar ahaan shaqeeyay haytan tii hadhow shaqooyin kala ah hela oo shaqadan dhambiyay adaa tanaasula warkiyaaba kalsoonida leega qabteer kormo wallahi shaqadan waxaan ku qabaa kalsooni 100% ah yaan ku qabaa ismalihi yani ku meel gaar ahaan waxaan rabaa inaan ganacsigan ganacsiyo badan aan ka furo meelo badan aan ka furo insha Allah saasaan rajaynayaa ma ogii ma ahan meel aan leeyahay ku meel gaar ahaan shaqo kale shahaadooyinkaygu waan haystaa hadda maanta diyan aado waan soo heli karaa orod laakiin waxaan ku kalsoonahay ganacsi aniga aan leeyahay markii ganacsigeyga aad baan ugu kalsoonahay 100% ana muuna dhinkii aadaha nagda shaqada tiida oo sul hadaad ka shaqeeyay kalsoonida leh qabta ku meel dheer ahaan shaqaysaayte mise intii hamiga ay bantaa ka shaqeeyto hamiga horta koo walaanan furni ma hayte hamiga hayte laakiin ana kalsooni buuxda ka qabo maadaama aad oo shaqada nu wada shaqo kale ka shaqeeyay korto ganacsiga horan ato ganacsi iyo shaqaalnimada eedan shal duunin 100% ganacsiga qof hurayato qofkii li xisaabtamo male shaqaale miidi laakiin dadka oo gabdhoon amale meenka make deal galiyay shaqadii inay weedaan ganacsina hoos ku bilaawadan maadaama ganacsiga uu suhor unay qofka wal isfado ku sameyn karo ganacsiga horumar la ka diiray adduunka si kastada shaqaalaha ay horumar mudiris ana wali beetina gabdho eedan firfircoon gooba gabdho la qurxiyo magaalada baydhow ka dhaale markiisa magaalka dhex martaa mise xafladooyin qaaran batan in dadka sasiin aragayaan oo fikir sasiin ka aamsiin wallahi in horta markan aroosaha u labiseen oo kale markan xafladaha oo kale yani gabdhaha kale waan ka duwanahay waayo arooska markii loo labisaayo anaga u labisno anaga raacno anaga aroosada u shaqeynayno yani gabdhaha waxay naga aaminsan yihiin yani hadda oo kale qofsa ma jirta bulshada ay xiiseeyaan oo kale wallahi maasha Allah bulshada aad ay noo soo dhaweynayaan yani qaarkood xitaa isla markaasayna baranayaan qaarkood waxaa laga yaabaa labiskaas ama dharkaas ama ciilaanka inuu ay jeclaadaan ay meesha xariir nagu la sameeyaan ay nagu soo biiraan maasha Allah ana muro gabagabadii gunaanka barnaamijkaas la deernay gabdho jeelantii oo hamishoon ayantii oo heerka deeran dhinaca ilaan saarkan eedan jeel waana bulshada dhexdeeda ku muuqda fadaamiin kala dardaaran lahaytii bismillaah maayba kala dardaaramay
inay iska dhidi galiyaan inay qorxinta badadan waayo baydow saalumin badan kiyaalan kaygan hata kumiday gabdho wayba nuniba diyaar leena intuun aan faa'ideyn waliyo anka saan makeupka ilaanka labiska aroosku wala dhambinti unaan faa'ideyno diyaar leena yoon miba ka dhidi galiye intiyo waqtasho qayb kumiday oo galiyaan sidoo wal ka faa'ideysada lahayn ama hormar iyo unka deer lahayn hadhow xaruun kale hata aan fudud lahayn kun gabdhana hata mayba diyaar leena inuu barna makeupka ilaanka wala dhamba si oo macaamilna milana iyo lan la dhaqmo oo wal ku adkayn inaan jar intii ku faa'iideysada koran saalun kana oo bangay intii hada waan ka dhidi galiye gabadhii gunaan ku barnaamijkii ina gabdho ko fiirsan tv koonfur galbeed meenka baaqal hayti oo aan jeela heer anti ka deeran ina ilaan saarka een horta gabdhaha koonfur galbeed wallahi horta gabdhaha markaan fiiriyay magaalada baydhabo inta hamile aad bay u yartahay sideeda oo qofkii bilaadinka boqolkiiba 80 insha Allah ma dhiirigeliyo waayo qof mar walba ku dhiirigelinaya hadaa aragto waa qof inuu jecel inay noloshaada ay horumarto gabdho badanaa jiraan wallahi waxna aan baranin waxna aan qabanin yaa jirto meelaha isku joogan noloshooda amisina maanta aan kaafin karin gabdhaas waxaan ugu baaqayaa inay noloshooda ay horumariyaan ileen ama waxaaba jirtaba gabdho ka soo jeedaan reer oo ama lacag leh family lacag leh waayo familkaas lacagta leh ama aabaha lacagtiis is adi ma lihid asaga askale aabihii haduu dhinta ama hadii la waayo lacagti waa la weynayaa marka ina hooyayaabu isku xirin hooyayaabu way ku soo koriyeen waqtigii waxaa la joogaa adiga aad ayaga aad qaban lahayd sidii cunugadii aad dhasho oo kale ileen waqtigoodu way soo cuneen marka gabdhahaas waxaan ugu baaqayaa inay nagu soo biiraan hadday tahay dhanka barashada waa la barayaa makeupka cilaanka labiska timaha wax walba sida loo habeeyo marka gabdhahaas waxaan leeyahay waan idin soo dhaweyneynaa inta jecel shaqo ama inta rab inay nolosheeda horumariso waxaan leeyahay meel socodka iyo malaa'abada iyo maalaayacliga inay iska dhaafaan ay naqdaan gabdho wanaagsan oo noloshooda horumariyaan oo shaqaystaan saasaan dhihi lahaa bulshada gabdhaha magaalada baydhabo ku nool guudaha walintaa gabagabeynay barnaamijka haweenka raadiyo t v ga dowlad goboleed koonfur galbeed soomaali todobaad kun martiinka hayan muna iyo nuurto oo waana ka shaqeeyan qurxinta ama cilaansaarka ee waana furun muna nuura saloon anti barnaamijkun barnaamij shariyadan kulmaan arbasiin kutowaana asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu